Allah'a
صبر الله العظيم، صبر الله العظيم، صبر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرب الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخنا ووالدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي سائر الرسول الملك الصمد الغائد صلى الله عليه وسلم، صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجينا بها من حر جهنم ومسجنها تقضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، صلاة لا يصالها عدد ولا يوعد لها مدد إلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنعم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل، سيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل، والله التقدير، وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام في الكرامة والتفصيل، وأصحابه الملك الجليل في الليل المهيم الطويل، فكشف له عن الملكوت وأراه سلاء جبروت ونظر إلى قدرة الكبير الماضي الذي لا يموت، صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأخطار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد سبد البحار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والغفار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد سكن الجبال والأحجار، وصل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أسلم عليه الليل وأشرف عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أسلم عليه الليل وأشرف عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وسيد المرسلين الأخيار وأكرم من أسلم عليه الليل وأشرف عليه النهار اللهم يا ذا المن الذي لا يقام امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجم والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور نور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي من الزوائد الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأحسنها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المغزول المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه أسألك اللهم من لا إله إلا أنت الحنان المنان مديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء هو الملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقناه يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما عظم شانك وارفع مكانك انت ربي يا متقدسا في جبروته اليك ارغب واياك ارهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعالك يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا
من هو الحي الذي لا يموت يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان البديع الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواسيه إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورغبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واضف علينا بالرحمة والبركة منك وهبنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإجابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله اللهم اجعل بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفر بها همومنا وارج بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واهد بها ديوننا واصل بها اقوالنا وبلغ بها امالنا وتقبل بها توبتنا واشف بها حقتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها السنتنا وانس بها وشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا موازين حسناتنا وأعظم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وتوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمدن اللهم في العين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستمعنا على سنته وتوفنا على ملته واشرنا في زمرته الناجية وحسبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأولنا حوضه الأسبى واسكنا بكسره الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نرتوه اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه شفاعة إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربك
قسوة قلوبنا وقسوة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات. فنعم المشتكى إليه أنت بك نستسير على أعدائنا وأنفسنا فسلنا وعلى فضلك نتوكل في صلائنا. فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى خير مآلنا وحقق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرنا قدرنا ونهدنا فرغمنا ولا يسعنا إلا حقك فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم المسؤول. إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله الذين أطمئنت القلوب أفضل الذكر فلم له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Yeah.
إلا الله، 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 إلا الله،
Oh,
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العزيز سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خبز سنته لا نوم له في السماء وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم بحل بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يقل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يقل له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل معاصر وهدي وبلغ وتقبل ثواب مكرنا وما من عام من الاحوال بالخير بلدك وجودك وكرامك واحسانك بهذا المجلس المبارك هديه وسيله ورحمه نزيله وبركه شامله وصدقه وتقبل نقدم ذلك ونجي الى حضره سيد رسول الله سيد الشباب والمؤمنين لله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء والمرسلين ولكل أصحابه والقرباء والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين قوس سمي راسنا محجر إلى الله من أنسى وسيد الخير المعبد محمد علي بآلوي والحبيب علي أمير الفقيه والحبيب أبي الرحمن سقاب والحبيب أبي بكر سكران أبي بكر بن عبد الله الأدرس العادل والحبيب عمر المهدر والحبيب أبي بكر بن سالم سبيل أينك والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأفضل صيب الرازق الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجبري وأخل حبيب عبد الله بن ألوي الهدد بعلوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الأمشي وأهل دار سيون من النساء والرجال وقدس أهل الدرك الحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وشيخ محمد بوصري وشيخ محمد عز الدين يدي ثم إن الروحي سلطان من أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد بالأحوال الشيخ في يد الأبو الصامي دار من عز وقد بالعلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد رباعي وسيد أحمد بداوي وسيد إبراهيم دسوطي وسيد إبراهيم خلوتي وسيد عمر خلوتي وسيد محمد الخلوتي وسيد مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم الكريم السلمان المدني والحبيب نو سنغافوره والحبيب حسين مولى الوربدم جاكرتا والحبيب احمد رحمه الله مولى امبير ومولى الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجري كلام بيان وسيدنا ابن بن عبد الصمد البنجري كلام بيان ومولى الشيخ محمد كشف الانوار بن هجي اسماعيل البنجري وسيد محمد
bin Amin Al-Kubbi Al-Maki wa Syekh Muhammad Syarani Abdan Bagi wa Syekh Muhammad Syarani Arif Kampung Melayu wa Syekh Muhammad Salman Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil summa ila ruh Abu Amin Badali wa Abu Habib Badali Syekhana Muhammad Daini bin Abdul Ghani Sekumpul summa ila ruh jami'i masyikhina wa muallimina wa ulidihim wa umahadihim wa asharihim wa jawjadihim wa uladihim wa zuriyadihim ila yawmil qiyamah ila arwahi walidina wa mahadina wa karabadina wa liman haqqu alayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan Gusti Hamzani bin Gusti Zaini khususan Gusti Hamzani bin Gusti Zaini ثم إلى الرحيم النذير والذكير لهم أصل اللهم أصلاب ذلك من إله من الأرض إذا النار وذلك الله من النار ومن الأرض كذلك الله من النار وسيد الله من النار اللهم أقل لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم أقل لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم أقل لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تهينا ما في قبله ولا تقلنا ولا قره ولا الآخرة كلامنا عندنا بهي أجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا بجملة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله ربنا الكريم يا الله من الرحمن يا الله من الرحيم الرحيمين يا مولانا يا مجيب يا قادر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحيم والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.